تمام، إذا تكمل في chapter 2. المحاضرة اللي فاتت بدأنا في section 2.4 وتعرفنا على the special functions وكيف نرسمهم. فبلشنا بال linear function إذا تتذكروا، وحكينا linear function الخط المستقيم يعني ممكن يكون horizontal الميل لا إله صفر زي ما أنتم شايفين، أو ممكن يكون مائل non horizontal يعني خط مائل، ممكن يكون الميل لا إله هنا واحد إذا وصلنا زاوية حادة مع محور س، ممكن يكون الميل له اثنين معامل س، ممكن يكون الميل إلى نص معامل س، وأيضا ممكن يكون الميل له سالب لما بنصنع زاوية منفرجة مع محور س الموجب، مثلا هاي هون كمان زاوية منفرجة زاوية منفرجة، ولكن هنا معامل س سالب واحد، هاي الميل سالب واحد، هنا الميل سالب ثلاث، الخط الأخضر بيقترب أكثر من واي أكسس. وتعلمنا أيضا كيف نرسم مثلا باور فانكشنز مثلا زي اكس تربيع، كيف نرسم اكس تربيع بهي الصوره، هذا باور فانكشن، ايضا اكس تكعيب باور فانكشن، ايضا اكس كو 4 باور فانكشنز. بامكاننا نعمل جدول بسيط وناخذ ازواج مرتبه ونوصل بين هاي الرسمات. هلا اي رسمه بنرسمها المفروض الطالب يتذكرها، يعني يعرف الطالب هاي رسمه واي بيساوي اكس اللي هو الايدنتيتي فانكشن، هاي رسمه واي بيساوي اكس تربيع، واي بيساوي اكس تكعيب، هاي الرسمات البسيطه اللي بنرسمها يعني لازم تتذكروها. بعدين شرحنا على نوع اخر من الفانكشنز اللي هو الروت فانكشن، كيف نرسم جذر اكس. بامكاننا نسوي زي جدول بسيط ونتعرف انه الجذر الدومين له هو فقط الاعداد الموجبه لازم تكون جوا الجذر بما فيها الصفر. ايضا رسمنا الجذر التكعيبي بهي الصوره، وايضا رسمنا اللي هو اكس كو 2 على 3. هلا تعلمنا كيف نعمل شيفت للفانكشن اف، مثلا اف اوف اكس ناقص اي لما يبقى في سالب، معناتها بنروح على اليمين هلا شيفت تو ذا رايت لمقدار A وحدة، إذا بكون موجب بطلع لفوق على الواي أكسس، آسف إذا كان موجب بروح على الشمال، هون بروح على اليمين، هون بروح على الشمال بمقدار A، هون بروح على رسمة F بطلعها لفوق على الواي أكسس بالموجب مقدار B، هون بنزلها لتحت بمقدار B. وأخذنا رسمات مختلفة زي ما أنتم شايفين، تطبيق مباشر على هاي الرسمات، مثلا هاي رسمة اكس تربيع، اكس تربيع زائد واحد بطلعها بس لفوق وحدة واحدة، بينما اكس ناقص واحد بكل تربيع هون بعملها شيفت، بعمل شيفت لهي الرسمة الأصلية لليمين بمقدار وحدة واحدة. بعدين ايش ممكن بعد ما اعملها شيفت اطلعها لفوق وحدة واحدة، هي طلعناها لفوق بعد ما عملت لها شيفت، ممكن اطلعها لفوق وحدة واحدة. وممكن مثلا يعني نشوف كم تيرنينج بوينت، شين تيرنينج بوينت، هاي النقطة اللي هون بنسميها تيرنينج بوينت، يعني الاقتران يتناقص بعد ايش بصير يتزايد، فهون نقطة تحول، هاي هون نقطة تحول، هون نقطة تحول. إذا أي بارابولا، أي بارابولا يعني أي فانكشن إكس الدرجة لإلي الباور تبعته 2 فيش له غير ايش؟ أونلي وان تيرنينج بوينت. بينما الانترسبت كم مرة ممكن يقطع محور س؟ طلعوا هون قطع بس نقطة واحدة، بس هون بمس محور س نقطة واحدة، هنا ما بمس محور س ولا مرة، هنا مرة، هنا ولا مرة بمس محور س، هون في نقطتين لمحور س. إذا هون في عندنا 2 إكس انترسبت، هون نو إكس انترسبت، ولا مرة بيطلع محور س، هون أونلي 1. وهذا الأشياء كلها تعلمناها يعني المحاضرة اللي فاتت، ووصلنا لعند تعريف البولينوميال كنوع آخر من الفانكشنز. البولينوميال وهي الصورة العامة لكثير الحدود، بولينوميال يعني كثير حدود، هي الصورة العامة لإيش؟ للبولينوميال اللي هو كثير الحدود. هلا لازم تكون ديروا بالكم، لازم تكتب ان حتى نسميه بولينوميال كثير حدود، لازم تكتب ان 0 1 2 3 4 الى اخره، يعني انتجر بوزيتيف بما فيه الصفر. فمثلا لو جينا على واي بيساوي اي اكس تربيع زائد بي اكس زائد سي، واضح انه هذا بولينوميال والدرجه له 2، بينما 3 اكس تكعيب ناقص 2 اكس هاي بولينوميال من الدرجة رقم 3 أعلى قوة له درجة 3. 5 إكس قوة 10 هاي بولينوميال من الدرجة إيش؟ 10. فأي بولينوميال من الدرجة 2، أي بولينوميال من الدرجة 2 هي بنسميها بارابولا، والبارابولا فيش إلها غير تيرنينج بوينت واحدة زي ما شفنا قبل شوي. هلا بدنا نكمل في البولينوميالز، فبدنا نسأل نفسنا السؤال التالي، مثلا لو نجينا مثلا على هذا الاكزامبل ونشوف بنشوف مع بعض انو واحد من هاي الاقترانات بيمثل بولينوميالز. فلاحظوا بالنسبه للسؤال الاول، لاحظوا ان هون ان 4 ان 2 ان 1 لما يكون ما فيش شيء هون يعني واحد، لاحظوا ان الواحد والاثنين والاربعه
كلياتهم اعداد انتجر، اعداد صحيحه يعني موجبه، واعلى واحد فيهم قديش؟ الاربعه، اعلى واحد الاربعه، فبسميه نعم يس هذا بولينوميال كثير حدود من الدرجه ايش؟ اربعه اعلى واحد. بس تعال مثلا على الثاني، تعال نشوف مع بعض هون، هذا بنسميه اقتران نسبي، شايفين كيف؟ كمان شوي بناخذه، بس هذا الاقتران لما بوزع البسط على المقام، لما بوزع البسط على المقام بصير هيك شكله، صح؟ يعني هون 2 ناقص 3 سالب 1، وهي بتصير 1 على اكس تكعيب، يعني اكس هو سالب 3. فهون ممنوع يكون سالب، ما دام ممنوع يكون سالب اذا هذا مثلا مش بولينوميال، اذا الجواب نو ذيس از نوت بولينوميال. شو السبب؟ لانه ان طلعت معي شو مالها؟ سالب، فبنحكي عنه اتس نوت بولينوميال. نفس الحاجه لو جينا على المثال اللي هون، في عندي جذر اكس، هذا جذر اكس يعني هنا 1 وهنا جذر تربيعي، وبالتالي هاي صار اسمها اكس قوى نص. طبعا نحن ممنوع يكون عندنا ان نص وثلث وربع، لازم تبقى انتجر صحيح، وبالتالي بسمي ايش؟ الفانكشن اتش بسميه نو اتس نوت بولينوميال، لانه ان تساوي نص، لازم ان شو تكون؟ لازم ان 0 1 اعداد صحيحه موجب 2 3 هيك. شايفين اذا هي نوت بولينوميال رقم 3. بينما رقم 4، لاحظ رقم 4 انه هون اكس قوتها 1، فيش مشكله، اذا هذا ايش بنسميه؟ يس بولينوميال كثير حدود من الدرجه ايش؟ 1. بينما شوف معي كيو، كيو هي سالب جذر السبعه، فيش هون اكس، لما يبقى فيش اكس يعني هون اكس قوه 0، وبالتالي اكس قوه 0 نو بروبلم، يعني هون ان عندي 0 ان، ما دام ان تساوي 0 مسموحه ان تساوي 0، لانه هذا اقتران ثابت يعني ساعتها بصير، وبالتالي هذا بولينوميال من ايش؟ من الدرجة 0، so it's okay, no problem, yes. بتوقع هلا الجميع صار يعرف شو معنى بولينوميال كثير حدود وكيف نميز الاقتران إذا كان بولينوميال ولا لا. إذا الكل فاهم تبع معي، نضغط مع بعض الرقم 1 على الشات، وحتى ننتقل لفكرة أخرى هلا نشرحها مع بعض، بس بدنا نروح مع بعض هلا على النوتس. نيجي مع بعض هون على النوتس وبدي اكمل بهذا السكشن. So هاي 2.4 part 3، وبدنا نشرح مع بعض هلا شو قصه اللي هو الراشنال فانكشن. فبنيجي هلا على نوع اخر من الالكترونات، هذا النوع الاخر من الالكترونات بنسميه الراشنال فانكشن. شو يعني راشنال فانكشن؟ يعني اقتران نسبي. راشنال فانكشن باختصار هو عبارة عن y بيساوي بسط على مقام، هذا بسط على ايش؟ على مقام. طبعا البسط والمقام اللي هم f n g هم عبارة عن ايش؟ عن كثيرات الحدود بولينوميال. هيك تعريف الراشنال فانكشن، يعني الراشنال فانكشن يعني اقتران نسبي، بسط على مقام، هي معنى اقتران نسبي، بسط على مقام، طبعا بشرط ايش؟ بشرط انه المقام لا يساوي زيرو حتى يكون معاطف. طيب بدنا ناخذ هلا امثله مهمه جدا، بعدها نصير نتذكرها على الالكترونات النسبيه. احسن مثال للالكترون النسبي المثال اللي هو بنسميه ريسيبروكال فانكشن، يعني الالكترون المقلوب، يعني اللي هو عباره عن ايش؟ اللي هو عباره عن اف الاكس بيساوي 1 على اكس. هلا بعد ما نرسم مع بعض هذا الالكترون لازم ايش؟ نتذكر على طول كيف الرسم له. يعني انا هلا بدنا نروح نرسم مع بعض، بدنا نروح نرسم مع بعض هذا الاقتران. بعد ما نرسمه بتصير على السريع خلص احكي لك كيف رسمت 1 على اكس، زي تبقى عارف كيف رسمت اكس تربيع، جذر اكس، واي بيساوي اكس، كل هاي الاشياء. هلا بشكل مبدئي، بشكل مبدئي مين بقول لي هذا الاقتران شو الدومين له؟ اللي بيعرف يرفع ايده. شو الدومين للاقتران اللي قدامنا؟ هل الاقتران اللي قدامنا معرف على جميع الاعداد ولا بس في نقطة واحدة مش معرف عندها؟ مين بقول لي؟ اللي بيعرف يرفع ايده. شو رايكم يا جماعة؟ شو الدومين للاقتران F؟ يلا يا هديد. يا هديد. دكتور مش لازم يكون صفر المقام. ممتاز، إذا الدومين جميع الأعداد الحقيقية، صح؟ جميع الأعداد الحقيقية ما عدا هي الشحطة، يعني ما عدا مجموعة جواتها بس الصفر، صح؟ معناته أنا في عندي مشكلة وين؟ معناته أنا في عندي مشكلة عند، يعني أنا بدي إكس لا تساوي صفر، يعني صح؟ ممنوع المقام يصفر. فأنا شو بروح بسوي هلا؟
بروح برسم كيف ارسم واي تساوي كيف ارسم اكس تساوي صفر. تتذكروا كيف نرسم اكس تساوي صفر؟ هيو بس برسمه بخط مقطع اللي هو الواي اكسس. شايفين كيف؟ هذا الواي اكسس هذا عباره عن ايش؟ نسمي خط مقطع يعني نسميه داش لاين، هي عباره عن اكس تساوي صفر. يعني الرسمه ممنوع تقرب عليه لانه شو معرف بدناش احط صفر في الموقع. هلا بعدها بيجي بعمل جدول بسيط هيك على السريع. لو جينا نعمل مع بعض جدول نشوف مع بعض هي قيمه اكس وهي قيمه ايش؟ هي قيمه واي. فمثلا لو اخذنا مثلا قيمه اكس سالب 2 واخذنا مثلا سالب 1، طبعا الصفر بقدرش اخذه مش معرف، فباخذ 1 وباخذ مثلا 2. ولو اخذنا مثلا 3 يعني ممكن ناخذ كمان 3 وسالب 3 مثلا، هي 3 ممكن سالب 3 مثلا. تمام؟ وبيجي بعبي هلا بدخل المقلوب لكل واحد فيهم، عشان هيك اسمه ريسيبروكال يعني مقلوب. تمام؟ هلا شو مقلوب السالب 2؟ حط هنا محل اكس سالب 2 بصير الجواب ايش؟ سالب نص، صح؟ شو مقلوب السالب 1؟ سالب 1. شو مقلوب الواحد؟ 1. شو مقلوب 2؟ نص. شو مقلوب الثلاث؟ ثلث. شو مقلوب السالب 3؟ سالب ثلث. وبيجي بعين هي الازواج المرتبه وين؟ على المستوى الديكارتي. بيجي بحكي انا عندي هي هون مثلا هي الواحد، هي 2، هي 3، وهي نفس الحاجه سالب 1 سالب 2 هي سالب 3، وبعوض هاي النقاط. فبيجي بحكي مثلا سالب 2 مع سالب نص. هلا نيجي نعمل هون مثلا، عندنا هون هي بدي اعمل كالتالي. مثلا على فرض انه هي اللي هون مثلا نص، على فرض انه هي مثلا نص، على فرض انه هي مثلا 1، اذا هي بيطلع لنا ربع، وهي كمان نفس الحاجه بيطلع لي هون مثلا سالب نص، نمشي نفس المسافات لازم سالب 1، لان هي هون سالب ربع مثلا. فمثلا بيجي بحكي انا بدي اول زوج مرتب اللي هو عباره عن مثلا نيجي على اول زوج مرتب سالب 2 وسالب نص. اوكي، هي سالب 2 مع سالب نص هيها هون، صحيح. بعدين بدنا نيجي مثلا مع سالب 1 وسالب 1، اذا هي سالب 1 مع سالب 1 هون، هاي الصورة. وفي عندنا مثلا هي جاهزة، في عندنا سالب 3 مع سالب ثلث، هي سالب 3 مع سالب ثلث يعني بتيجي تقريبا ثلث أكثر شوي صغيرة من الربع، هي هون. ونفس الحاجة بدنا نروح على الواحد مع الواحد، هي الواحد مع الواحد. وفي عندنا ايش؟ 2 مع النص، هي 2 مع النص. تمام؟ والثلاث مع الثلث. تقريبا شيء زي هيك. واذا بتلاحظوا اذا بنوصل بينهم راح يطلع معك الرسمه هي بهي الصوره. راح تلاحظوا راح يطلع معنا رسمه هي رسمه ايش؟ اللي راح نرسمها مع بعض. اذا هي رسمه ايش؟ رسم تقريبي يعني. هي رسمه واي بيساوي 1 على اكس. اذا هلا لازم نعرف مع بعض بعد ما سوينا الجدول كيف نرسم واي بيساوي 1 على اكس. اذا هلا على السريع بتقدر تيجي تحكي كالتالي، رسمه 1 على اكس زي كيف نرسم اكس تربيع، هاي واي، وبيجي بحكي هاي رسمه 1 على اكس. خلص هاي رسمه 1 على اكس، هاي انا بس ظبطت لك اياها عشان النقاط اللي هون. ففي عندنا مشكله عند اكس تساوي صفر، تمام. اذا هلا بعدها بدي اجي اسالك السؤال التالي، فكركم كيف ارسم هلا، سوري هي بس ارجع بس الشيرينج لحظة شوي. اوكي نيجي هلا على سكرين شير، تمام. نشوف مع بعض مثلا كيف ارسم بعد ما عرفت رسمة واحد على اكس، كيف هلا بسرعة طلع كيف. لو حكينا سؤال سكتش ارسم مثلا نرسم مع بعض مثلا جي بيساوي واحد على اكس ناقص واحد، طلعوا. هلا انا بكون في عقلي مفكر انه لحظه شوي، انا بعرف رسمه اف الاكس واحد على اكس، انا بعرفه، هي رسمناها قبل شوي، هاي رسمه ايش؟ واحد على اكس. هلا بسال نفسي السؤال التالي، مين بقول لي هون المشاكل وين؟ مين بقول لي وين في مشاكل هون عند انو اكس هون؟ مين بقول لي؟ يلا اسمع منكم، المشاكل في جي وين يا جماعه؟ شو الدومين يعني تبع جي هون؟ هل الدومين جميع الاعداد ولا ما عدا قيمه معينه؟ إذا هنا الأعداد كلياتها، بس وفي عندنا مشكلة عند وين يا ما يسار؟
الدومين بيساوي جميع الأعداد الحقيقية ما عدا الواحد. ممتاز، إذا الدومين بيساوي جميع الأعداد الحقيقية ما عدا إكس تساوي واحد، ممنوع إكس تكرر على واحد. فأنا شو بيجي بعمل هلا؟ بيجي برسم نفس الرسمة، طلعوا كيف؟ هي أنا بيجي بحكي أنا هاي بدي أرسم الرسمة تبعتي، هاي إكس هاي واي، وفي عندي أنا مشاكل هون وين هلا؟ عند إكس تساوي واحد، فبيجي عند إكس تساوي واحد هيها إكس تساوي واحد، في عندي مشاكل فيها، ممنوع الرسمة تتكرر على إكس تساوي واحد، بحط خط مقطع بهي الصورة. بعدين لاحظوا يا جماعة إنه هاي جي هي عبارة عن الفانكشن إف عند إكس ناقص واحد، صح ولا مش صح؟ يعني روح على الفانكشن إف وين ما في إكس حط إكس ناقص واحد بيطلع معك هي واحد على إكس ناقص واحد اللي هو نفس جي. معناته أنا بدي أعمل شيفت للفانكشن إف لليمين، صح؟ إذا هي عبارة عن شيفت باي 1 يونت تو رايت. شفت لمين يعني؟ شفت للواحد على اكس، بدي اعمل شفت للواحد على اكس باي 1 يونت للرايت. معناته انا بس ما علي الا اجي اشوف مثلا عند الصفر قديش الصوره عند الصفر، مين بقول لي قديش جي عند الصفر؟ جي عند يعني هي جي الاكس، جي عند الصفر بس بنعوض محل اكس صفر، فبطلع الجواب سالب واحد، يعني عند الصفر الرسمه بدها تمر من هون، عند السالب واحد بكمل الرسمه بنفس الصوره، طلعوا كيف؟ ولا شيء بيفرق. هي سالب واحد، وهون ولا شيء بيفرق. لاحظوا؟ هي الرسمه اللي هون اسمها 1 على اكس، المشكله كانت عند اكس تساوي 0، هلا هون المشكله صارت ايش؟ هي رسمت انا هون ايش؟ جي تساوي هي الرسمه اللي رسمتها الكيتا عباره عن 1 على اكس ناقص 1، تمام؟ طب مين بقول لي هلا؟ مين بقول لي لو بدي ارسم الرسم التالي؟ مين بقدر يخطط لي هلا كيف ارسم هي الرسمه؟ اكزامبل، كيف نرسم مثلا جي اوف اكس بيساوي 1 على اكس زائد 1؟ يلا اسمع منكم، في حدا متبع معي؟ يقول لي كيف ارسم 1 على اكس زائد 1؟ هون وين راح يكون الشغل تبعنا؟ يلا يا احمد. يعطيك العافيه دكتور. تفضل دكتور. جميع الاعداد ما عدا السالب واحد. ممتاز، يعني هون راح اعمل شيفت لواحد على اكس لليمين ولا للشمال؟ تو ذا ليفت. ممتاز، كم وحده؟ وحده واحده. احسنت، اذا هون في عندي ايش؟ في عندي هون الدومين جميع الاعداد ما عدا اصفار المقام اللي هي السالب واحد، فبيجي انا هون بحكي بدنا نشيل السالب واحد برا، هي السالب واحد بيطلع لبرا اللي هو اكس تساوي سالب واحد اللي هو بنسميه الفيرتيكال اسمتوت. الفيرتيكال اسمتوت يعني خط مقطع. بعدين ايش بيجي بقارنه مع واحد على اكس، بيجي بحكي اذا انا عارف كيف ارسم واحد على اكس اللي هو نحن سميناه الفانكشن اف، صح؟ نحن هون سمينا الفانكشن اف اذا بتتذكروا، انا بعرف انه اف يعني بقارن شفهي مع رسمه واحد على اكس، فلما قارن بيجي بحكي هي عباره عن الفانكشن اف لاكس زائد واحد، صح؟ يعني بس لو على الفانكشن اف وين ما في اكس حط اكس زائد واحد، معناتها هي عباره عن شيفت، بدي اعمل شيفت ل 1 على اكس، شيفت 1 على اكس تو ليفت للشمال باي 1 يونت. فنفس الحاجه بيجي بقول عند الصفر لازم ابقى عارف انه قديش القيمه عند الصفر، لاحظوا حتى اخذ بس تصور هيك قديش الجي عند الصفر، فبيجي بحط واحد على صفر زائد واحد بيطلع الجواب ايش؟ واحد، فعند الصفر الرسمه بدها تمر من هون من عند الواحد، صح؟ عند الصفر القيمه واحد، فبكمل الرسمه بهي الصوره. شايفين كيف؟ بهي الصوره. ومن هون هي الطرف اللي على يمين السالب واحد، على شمال السالب واحد ولا في اسهل من هي. او بنسوي جدول. طبعا بتقدر تسوي جدول بيطلع معك ولا شيء بيفرق، فموضوع الشفت بيساعد كثير. هلا بهي الصوره نحن تعرفنا على الفانكشن اللي هو الواحد على اكس، اول شيء بنيناه من خلال الجدول، بعدين ايش عملنا لشفت لليمين وشفت للشمال. هلا بتقدر مثلا شو تعمل؟ بدل ما تحط اكس زائد واحد تحط اكس زائد اثنين، او اكس ناقص واحد اكس ناقص ثلاثة، نفس الحاجه بتقدر تعمل نفس الشفت بنفس المبدا. اوكي، نشوف هلا مع بعض اقتران القيمة المطلقة نسميه اللي هو البيس وايز فانكشن. شو يعني بيس وايز فانكشن؟ بيس وايز يعني من اسمه بيس وايز يعني قطع. هذا الفانكشن بيكون قطع ايش؟ مرسومة بهي الصورة. أول حاجة بدنا نيجي على ايش؟ أحد الأمثلة المهمة على البيس وايز فانكشنز اللي هم اقتران القيمة المطلقة. فبدنا نتعرف على أحد الأنواع اللي هو بنسميه الأبسوليوت فاليو. Absolute value function. Absolute value يعني يا جماعه ايش؟ اقتران القيمه المطلقه، هي اقتران القيمه المطلقه. هلا شو يعني اقتران القيمه المطلقه؟
باختصار كلياتنا بنعرف اذا بكي عندنا فانكشن اف الـ x بيساوي القيمه المطلقه لـ x، كيف بنعمل اعاده تعريف القيمه المطلقه لـ x؟ هو نفسه x اذا كانت x اكبر او يساوي 0، وبصير سالب x اذا كانت x اقل من 0. والرسم له مش صعب ان نرسمه، لو جينا عملنا جدول بسيط شايفين كيف؟ فاخذنا مثلا قيمه x، شوف ليش بيطلع معنا قيمه y. لو اخذنا مثلا x مثلا سالب 3 سالب 2 سالب 1 0، شايفين كيف؟ لانه هذا الالكترون معرف على جميع الاعداد الحقيقيه، فيش اي مشكله هون. لو اخذنا مثلا 1 2 3، يلا نسمع منكم. هذا اسمه اقتران القيمه المطلقه، اقتران القيمه المطلقه يعني ولا مره بيكون سالب، يعني يا صفر يا موجب. فشو الاقتران، شو القيمه المطلقه للسالب 3 يا جماعه؟ يلا اسمع منكم، شو القيمه المطلقه للسالب 3؟ شو رايكم؟ مين يعبي لنا الجدول على السريع؟ يعبي لنا الجدول، مين بيعرف يعبي لنا الجدول ولا غلطه كلياتهم؟ يلا نسمع منكم. نعم يا ايه. القيمه المطلقه لسالب 3 3 ولسالب 2 عبي، انا عبي الجدول كلياتهم. شو القيمه؟ تمام، سالب 2 القيمه المطلقه سالب 2. القيمه المطلقه لسالب 2 سالب 2 2 مش سالب 2. ايوه، واحد صفر واحد اثنين ثلاثة. إذا نلاحظ القيمة المطلقة ما بأخذ قيم سالبة صح؟ طيب إذا هلا بدنا نيجي نرسم مع بعض، نشوف مع بعض كيف تطلع شكل الرسم هلا. فأنا عندي هاي هون X وهي عندي هون Y، وبدنا نشوف مع بعض كيف بدي أرسم الاقتران القيمة المطلقة. فأنا بدي أروح أعمل كالتالي، هاي واحد هاي اثنين هي 3 وهي 1 هي 2 هي 3 بالسالب، وهي 1 هي 2 هي 3، وهي سالب 1 سالب 2 سالب 3. يلا فنشوف اول نقطة احنا عندنا ايش؟ سالب 3 و3، لاحظوا السالب 3 مع 3 كويس. هلا سالب 2 مع 2 وسالب 1 مع الواحد والصفر مع الصفر، الواحد مع الواحد، 2 مع 2، 3 مع 3. فإذا بنوصل بينهم هذول راح نكتشف مع بعض إنه في عندنا قطعتين مستقيمات مربوطات في بعض. القطعة الأولى من هون لهون بهي الصورة، والقطعة الثانية نقدر نرسمها بهي الصورة نفس الحاجة. إذا هذا هو إيش؟ هذا هو اقتران القيمة المطلقة لـ x. لاحظ رسمته تي جي بس عند الصفر صفر، ومن الصفر فوق اقتران إيش؟ موجب. طيب جميل جدا. هلا بعد ما رسمنا بسأل سؤال، أنا رسمت القيمة المطلقة لـ x، بس هلا ممكن بعدها أصير أعمل شيفت، ممكن أصير أعمل شيفت لإله. إكزامبل لو جيت أعمل كالتالي، حكينا مع بعض كيف أرسم هلا مثلا، انا بدي اروح على رسمه القيمه المطلقه لاكس واعملها زائد 2، مين بقول لي شو اسوي في هاي الحاله؟ مين بقول لي شو اسوي في هاي الحاله على السريع؟ يلا بدي ارسم القيمه المطلقه لاكس بس بدي اجمع لها 2، وين اروح؟ على اليمين ولا على الشمال ولا لفوق ولا لتحت؟ يلا يا بيسان نعمل لها شفت اب تو يونت 100%. اذا انا بيجي برسم هلا رسمه على السريع، بيجي بحكي هاي اكس وهي واي، أنا أصلاً بعرف الإلكترون الأصلي، هاي الإلكترون الأصلي، هاي الإلكترون الأصلي مثلاً، هذا هو الإلكترون الأصلي اللي هو القيمة المطلقة لـ X، أنا هلا بس بدي أجمع له 2، لما أجمع له 2 بصير بهي الصورة. هاي بحط هون رقم 2 وخلص، فهي اسمها القيمة المطلقة لـ X زائد 2. ممتازة. طيب نشوف رقم 2. لو جينا نرسم مثلاً Y تساوي القيمة المطلقة لـ X ناقص 2، مين بيعرف يرسم لي هاي؟ ديروا بالكم هون، مين بيعرف يرسم لي هاي الرسمة اللي هي القيمة المطلقة لـ X ناقص 2؟ شو رايكم؟ هنا الشفت يمين اعلى شمال ولا داون؟ يلا فنسمع مثلا من يلا يا لارا. بنزيحها لليمين خطوتين. ممتاز. اذا انا عندي هاي رسمه دائما برسم الاقتران الاصلي، هاي الرسمه الاصليه، بس بدي ازيحها هلا على اليمين قديش؟ وحدتين. فهلا لما بدي ازيحها على اليمين وحدتين بدي انتبه، هي عندي هنا وحده وهي عندي وحدتين، فبدها تصير رسمه بهي الصوره صح؟ طيب لما تصير رسمه بهي الصوره، مين بقول لي يا لارا قديش الرقم اللي هون؟ يلا اذا هي هذه ايش؟ اكس ناقص 2، هي زحناها وحدتين لليمين.
طيب شو هي الرقم اللي هون يا يارا؟ يعني لما x تساوي 0 صح؟ كده صوبة الصفر بيجي بحكول y عند الصفر تساوي القيمة المطلقة للصفر ناقص 2 وتساوي القيمة المطلقة للسالب 2 وكلياتنا بنعرف القيمة المطلقة للسالب 2 كده بيطلع الجواب؟ الرقم اللي هون راح يطلع معي كديش 2% زي ما حكوا الجماعة على الشات. أحسنتم. طيب جميل جدا. بقول لي هلا كيف أرسم مثلا رقم 3؟ كيف أرسم مثلا y بيساوي سالب القيمة المطلقة لx؟ يلا نسمع منكم. بدي أرسم أنا هلا سالب القيمة المطلقة لx، فأنا بدي أجي أحكي أنا هاي المستوى الديكارتي تبعي وأنا عندي هون x هي y وأنا عندي هاي الرسمة الأصلية، هاي الرسمة الأصلية القيمة المطلقة لx، بس هلا بدي أضربها في السالب. شو رأيكم؟ شو راح يصير فيها؟ نسمع منكم. يلا يلا يا نانسي، شو بصير فيها هاي الرسمة لما نضربها في x بالسالب؟ بقلب الرسمة لتحت. ممتاز. إذا هلا طبعا بإمكاننا نتحقق من ذلك من خلال الجدول. هاي بعكسها هون وهاي اللي هون قطعة بعكسها لتحت، إذا هاي القيمة بصير اسمها ايش؟ سالب القيمة المطلقة لx. طيب بدي أسأل سؤال من عندي هلا، شوف كم طالب بيعرف يجاوبه. بدي أحط من عندي سؤال رقم 4، مين بقول لي كيف أرسم y بيساوي سالب القيمة المطلقة لx؟ يلا نسمع منكم. إذا أنا عندي هاي هون هاي x وهي y وأنا عندي هون هاي القيمة المطلقة لx، مين بقول لي كيف أرسم القيمة المطلقة لسالب x؟ يلا نسمع. نعم يا بيسان. دكتور هي نفسها y تساوي القيمة المطلقة لx لأن السالب داخل القيمة المطلقة. ممتاز أحسنت، شكرا 100%. ليش؟ لأن طلعوا كيف؟ لأنه y بيساوي سالب x، هاي شو معناها؟ هاي معناها إنه في عندي أنا هون سالب واحد مضروب في x صح؟ وهي عبارة عن القيمة المطلقة للسالب واحد مضروب في القيمة المطلقة لx، والقيمة المطلقة للسالب واحد هو واحد مضروب في x، وبالتالي بيطلع الجواب نفس الحاجة. أحسنت، لأن هاي نفسها القيمة المطلقة للسالب x ولا إشي بيفرق، نفس الحاجة. طيب جميل جدا. نشوف مع بعض كمان مثال. طيب كيف أعمل مثلا مثال زي هاي الصورة 5 مثلا؟ لو جيت حكيت كيف أرسم اللي هو y قيمة مطلقة لx زائد 2، شو رأيكم؟ مين بعرف يسمعني هون شو نسوي هلا؟ إذا أنا عندي هون هاي المستوى الديكارتي، هاي عندي أنا هون المستوى الديكارتي، وبدي أرسم هلا رسمة القيمة المطلقة لx زائد 2. إذا أنا عندي هون هاي رسمة القيمة المطلقة لx، وبدي أرسم أعملها شيفت بمقدار وحدتين. السؤال لوين؟ يلا مين بعرف؟ يلا يا ما يسار. بعمل شيفت ذا ليفت مقدار 2 يونت. طيب احذري، لما بعمل شيفت هاي سالب واحد هاي سالب اثنين، لما بعمل شيفت بهاي الصوره شو هاي النقطه اللي هون؟ 2 رح تطلع. ممتاز. طيب اذا حطيت 12 هون شو بتصير؟ لما نحط شو؟ اذا حطيت 12 هون بدل 2 حطيت 12 شو بصير الرقم اللي هون؟ بيطلع 12 صح؟ اذا تطبيق مباشر، حطي محل x 0 بيطلع الواي انترسبت. طيب جميل جدا، شكرا يا ميسر. اكزامبل، شو رايكم يا جماعه؟ بدي اعطيكم هي سؤال اخر تطبيقات، يعني انا عمال بعمل ديسكشن هلا. 5 2 x مثلا x زائد هذا ستيب فانكشن، يعني بيس وايز فانكشن، وطلب منا مثلا اول حاجه هاي بتبقى عندك قيمه x في القاعده الاولى السالب او صفر، هون بتكون من صفر ل 5، وهون بتكون x اكبر او تساوي 5. والسؤال بقول لك اذا سمحت فايند رقم واحد. شو السؤال بدك؟ رقم واحد بقول لك اعطيني الصوره f عند سالب 4. يلا بدي اسمع منكم، مين بيعرف يجاوب هذا السؤال؟ وين اعوض السالب 4؟ في اني قاعده؟ القاعده الاولى ولا في الثانيه ولا في الثالثه؟ واللي بيعرف يرفع ايده. يلا شوف، بدنا حدا يجاوب لنا قديش صوره السالب 4 بهذا الاقتران. يلا يا جماعه شو رايكم؟ يلا يا هدي. في القاعدة الثالثة. في القاعدة الثالثة، يعني بنعوض هون، يعني هل x قديش انا عندي قيمة x هون؟ سالب 4. هل السالب 4 أكبر من الخمسة؟ لا أصغر. طيب ليش بدك تعوضي هون طيب؟ أوكي. طب من الطرف الثانية؟ طيب تعالي على الثانية، هل السالب 4 ساكن هون؟ كل القيم بتكون لا برضه في الأولى. شو رأيك نجرب واحدة واحدة يعني صح؟ طيب إذا في الأولى صح مزبوط. إذا بيجي بحكي أنا على خط الأعداد السالب 4 هو إيش؟
هو أقل أو يساوي صفر، على شمال الصفر صح؟ إذا في القاعدة الأولى، في القاعدة الأولى شو بطلع الجواب معي؟ بطلع الجواب إيش؟ هاي الجواب الصحيح بس خمسة. كويس. طيب نشوف المثال الثاني. لو انطلب منا مثلا طلع كديش صورة ال مثلا صورة الثلاث. يلا مين بعرف طلع لي صورة الثلاث؟ نسمع شو رأيكم؟ ثلاث وين ساكن؟ بدنا ناس جداد، يلا شوف كيف اطلع صورة الثلاث غيرهم. مين بحب يتبرع معانا؟ بدنا ناس جداد يا جماعة. مين بيطلع لنا صورة الثلاث؟ يلا يا نانسي. بعدين بعدها بيجي براء شحادة. يلا. في الثانية. إذا بدي أروح أشوف صورة الثلاث مثلا نفسي هون x تساوي 3 صح؟ x تساوي 3، هذا الثلاث شو ماله؟ الثلاث أكبر من صفر وأقل من خمسة، ممتازة. معناته في القاعدة الثانية شو بطلع الجواب؟ 6. 2 في 3 يعني كدي؟ 6. 6 ممتازة. طيب نيجي على هلا على براء شحادة 3. يلا يا براء احذر كديش يا براء صورة العشرة. خلينا نشوف براء معنا. براء رفع ايده، يلا يا براء. في الأخيرة بتصير 6 زائد 10 16. ممتاز. بيجي بحكي أنا عندي هنا x تساوي 10، والعشرة شو مالها؟ هي أكبر أو يساوي 5، معناته القاعدة الأخيرة بصير عندي هنا 10 زائد 6 فبطلع الجواب 16. ممتازين. أوكي تمام. إذا آخر سؤال أختم فيه لهذا الدرس اللي هو نتعلم مع بعض مثلا كيف نرسم بيس وايز ستيب فانكشن. فلو كان معي أنا مثلا اقتران بهي الصورة مثلا x تربيع في هاي الفترة، مثلا لما تكون عندي x أقل أو يساوي 0، ومثلا 4x لما يكون عندي مثلا x بين 0 وال1، و4 لما يكون عندي x أكبر من 1 وأقل أو يساوي 2. والسؤال بيقول لك إيش؟ sketch الفانكشن f x، نرسم الفانكشن f x في هاي الفترة. اوكي هلا بدي انا صرت اتعلم، يعني بعد ما تعلمنا كثير فانكشنز وكيف نرسمهم، هلا المفروض انا اقدر اطبق اللي تعلمته بشكل ايش؟ اطبق اللي تعلمته بشكل ايش يا جماعه؟ بهي الصوره. يعني مثلا هون بدي اعمل كالتالي، انا عندي هون مستوى الديكارتي. اوكي هاي مستوى الديكارتي اللي معي، وبدي اشوف مع بعض كيف نرسم هذا الالكترون. هيك انت بدي ارسم هذا الالكترون، اول حاجه بدي اشوف من وين لوين رسمتي راح تكون. فبقول لك ارسم لي اكس تربيع. هلا انا بعرف رسمه الاكس تربيع، طلعوا كيف رسمه الاكس تربيع بهي الصوره صح؟ تعلمنا كيف نرسم الاكس تربيع ورسمناها بهي الصوره، مزبوط؟ هذه رسمه ايش؟ اكس تربيع. بس هو بقول لي ارسم لي على فتره اكس اقل او تساوي صفر. اذا اكس اقل او تساوي صفر معناته بس بدي ارسمه في هاي الفتره، طلعوا كيف؟ على اكس اقل او تساوي صفر. عند الصفر مهو اكس تربيع عند الصفر صفر. فبوقف هنا المقطع، هذا المقطع بدي اشيله لانه هو بقول لي بس ارسم ايش؟ هي رسمه اكس تربيع فهي الفتره اكس اقل او تساوي صفر، طبعا اللي يساوي داخل، وبالتالي بعوض الصفر هون فوق في الاكس تربيع بطلع الجواب صفر، وبالتالي هي صفر صفر شايفين. بمسح الجزء اللي هون لانه بديش هو اكس تربيع على اليمين، بس بدي اياه على الشمال. خلص طيب جميل جدا. بعدين شو بيجي بحكي؟ بدي ارسم y تساوي 4x. كيف ارسم هلا y تساوي 4x؟ بدي ارسمها في فتره من صفر لايش؟ لعند الواحد. اكيد عشان ارسمها عند من صفر للواحد بدي ارسم خط مستقيم، فلما ارسم خط مستقيم بيجي باخذ نقطتين، عند الصفر اعوض قيمه الصفر هون بطلع صفر، واعوض الواحد مثلا اعوض محل x واحد بطلع 4. فانا بدي ارسم خط مستقيم الواحد فيه صورته 4 مثلا، على فرض انه الاربعه هون مثلا. تمام؟ على فرض انه هي الاربعه. فعند الواحد، الواحد والأربعة هي هون، وهي عندي الصفر، الصفر والصفر. فبدي أوصل خط القطعة المستقيمة اللي واصلة بينهم، القطعة المستقيمة اللي واصلة بينهم بهي الصورة بتكون. هلا في نقطة مهمة جدا، اللي يساوي مع مين؟ هلا اللي يساوي أنا معي من النقطة الخضراء عند إكس الصفر داخل هون، طلعوا الصفر داخل هون وصورة الصفر، إذا الصفر صورة الصفر من خلال القاعدة الأولى. فكيت الواحد، الواحد داخل هون والواحد صورته 4، عوض واحد هون بصير صورته 4، اذا الواحد داخل من القاعده الثانيه هون داخل، اذا عند الواحد الصوره قديش؟ 4. هلا بعدها بدي ارسم الاقتران ايش؟ بدي ارسم هلا بعدها الاقتران واي تساوي 4، هيا اف الاكس يساوي 4، اف الاكس يساوي 4 هو خط مستقيم، هيا
خط مستقيم بس بدرسه في فترة من الواحد لاثنين. تمام؟ هلا في هاي الحالة بيجي بعين الرقم اثنين، هي الرقم اثنين هون، وبرسم القطعة المستقيمة في هاي الفترة. هلا عندي اثنين، كديش الصورة؟ أربعة طبعاً، لأن اثنين داخلة هون، هون اثنين داخلة، صورتها أربعة، فهي عندي اثنين الصورة أربعة. فبهاي الحالة أنا رسمت قطعة مستقيمة، هون رسمت مثلاً واي بيساوي أربعة، هون رسمت واي بيساوي 4x، وهون رسمت اللي هو عبارة عن y بيساوي x تربيع. وبهي الصورة بكون إيش؟ نحن رسمنا اقتران نسميه piecewise. شو يعني piecewise؟ يعني قطع معرف على فترات. piecewise يعني قطع. وبتأمل تكون الصورة واضحة للجميع. هذا كل ما يتعلق يا جماعة بsection 2.4.